يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان، أسرع وحث السير جهدك، إنما مسراك هذا ساعة لزمان. هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بثان. وبناؤها اللبنات من ذهب وأخرى فضة نوعان مختلفان. سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإحسان. للعبد فيها خيمة من لؤلؤ قد جوفت، هي صنعة الرحمن. أنهارها في غير أخدود جرت، سبحان ممسكها عن الفيضان. من تحتهم تجري كما شاء مفجرة، وما للنهر من نقصان. ولقد أتى ذكر اللقاء بربنا الرحمن في سور من القرآن. أوما سمعت منادي الإيمان يخبر عن منادي جنة الحيوان. يا أهلها لكم لدى الرحمن وعد، وهو منجزه لكم بضمان. قالوا أما بيضت أوجهنا كذا، أعمالنا ثقلت في الميزان. وكذاك قد أدخلتنا الجنات حين أجرتنا حقا من النيران. فيقول عندي موعد قد آن أن أعطيكموه برحمتي وحناني. فيرونه من بعد كشف حجابه جهرا رواد مسلم ببياني. وإذا رآه المؤمنون نسوا الذي هم فيه مما نالت العينان. والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن. وكذاك رؤية وجهه سبحانه هي أكمل اللذات للإنسان. لله سوق قد أقامته الملائكة الكرام بكل ما إحسان. فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعته من أذنان. كلا ولم يخطر على قلب امرئ فيكون عنه معبرا بلسان. وهل لدى السوق الذي من حله نال التهاني كلها بأمان. يدعى بسوق تعارف ما فيه من صخب ولا غش ولا أيمان. هذا وخاتمة النعيم خلودهم أبدا بدار الخلد والرضوان. يا رب ثبتنا على الإيمان واجعلنا هداة التائه الحيران. وأعزنا بالحق وانصرنا به نصرا عزيزا أنت ذو السلطان. وعلى رسولك أفضل الصلوات والتسليم منك وأكمل الرضوان. وعلى صحابته جميعا والأولى تبعوهم من بعد بالإحسان. يا رب ثبتنا على الإيمان واجعلنا هداة التائه الحيران.